إسماعيل دينير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إن النجاحات الميدانية التي حققتها منتجات القطاع لعبت دوراً مهماً في زيادة ثقة دول وشركات أجنبية بها. ولفت إلى أن الطائرات المسلحة والمسيرة من طراز بايركتار TB2 تحلق في سماء بولندا وأوكرانيا وقطر وأذربيجان. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أبواب تركيا مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار، مشيرا إلى استعداد بلاده منح الشركات الأمريكية كافة أنواع الدعم بهذا الخصوص، وأوضح أنه التقى بممثلي نحو 30 شركة أمريكية خلال الأيام الماضية. لاستيراد أجود أنواع المواد الغذائية التركية تواصل معنا. استمر مطار اسطنبول والخطوط التركية في تصدر الملاحة الجوية بالقارة الأوروبية من حيث عدد الرحلات اليومية، وبحسب تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يوروكونترول، جاء مطار اسطنبول أولاً بين 16 و30 من مايو أيار الفائت بتنظيمه 632 رحلة يومياً.